هلا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله جميع بخير وصحه وسلامه يا رب. تحياتي للجميع. هاي كومه مصبوغه حلوان تور مصبوغه. هاي ما صاحب الحلاوي مصبوغه لونين. طبعا شباب فتحت المخاليف، خلصنا فصل البحله، هسه فاتحين ويلي بوتيش حط هناك. فهسه ورا الفصل احنا الساعة تقريبا بالعشرة، فنتونس عليهم نفتحهم نطيرهم. يشمسن يرتبن امورهن، الجو حلو. هاي طبعا هاي التور اذا يقتلها شباب هم تظل تنهزم اذا يشيل حلتها. لو هاي عم اليوم الحضاري لعبة جولة، ترى المقطع الجاي انفخن. هذا يبقى شو يبقى؟ بقى واحد يطير مقطع عليه. هنا انا هسه من تطيرها وتحير بعد لا عندك تنواله عيني ولا كل شيء ما عندي بعد. كيفكم؟ الله البرج فارغ، بس يعني عندنا هذا مثلا اذا اضطر الامر نقدر نفتح ذني. نفتح ذني ذني هسه ان شاء الله همين شويه شويه، بس خلي زوجين يضبطن امورهن هم نفتح كلهن. انا ذني شباب هسه ما انت الله ما ينطن مجال، يعني هاي صار فتره هنا قاعدات. ايه هاي زين، هاي الظاهر بيها بيضة. شوف شنو شوية هسه هي هم زين عدلت، رجعنا دا نخفف بيها. بس بقى اشوف الكومات مال الحمر، كومات رايحة جاية. شوف ذيك كومة صغيرة بس خلها في الهاي شوية. بيها هواي مطوردات شباب، فيعني كل شي توقعوا من يمها طيور طبطوب وهاي بيها مطوردة. قوش طار الشباب هسه شوية من يعني لمت استقرت الطيور ولمت تفيلها ترتب امورها. هوا هوا اليوم جتنا طيور رجعت. بيه المطاردات اكيد شباب يصير ان اثقل، يعني بيه المحملات قماطة الطواير. بس احنا قلنا بعد هاي خلينا نقتلها. شكم شباب والله لا تبقى على ايدي غير شهر زمان لا اسويها حديدة. هي طيور قوية ومرة تمام. باك الابتر، الابتر يلو بعدنا واحد ابتر بيها شباب. شوفوا مول اصراح ورا ونجلح ما شاء الله. والله يا شباب امورها ان شاء الله تمام التمام. طير الجنحة سريع اي صحيح. هسه ان شاء الله ذني هسه هم نبدي نفتحهن. هاي طويرنا البدرنقة، الكمرليات هنا، الجوزيات، شعل بسود، هاي هنا كلها. بس انا اقول لكم فيها فد ست فحلة جديدة
ولد صاحبنا جاب لنا فحل وصدنا تقريبا 4 في حلة، صدنا تقريبا 3 طواير هم ذابين هنا. رخت بطويرني هذا يذكرني بالطويرنيات اللي كانوا نطيرن بطير مالتنا، راح الحرامات الثيادي. صار نص ساعة أكثر مطوبة. هذا الأبتر شباب، هذا يطلع من الطيور، هذا ما أعرف فحل بس مزاوج يجوز. هسه هذا اني شوية تعمل للخليف احلى شيء بالطيور شباب يكون جناحها سريع، طيور جناحها سريع طيور حلوة. وين هذا المطر الابتر رجع خباط؟ لا ما ادري وين يهوش، هياته جو راهن. هاي حطه تعال، هاي طيرة خلصت، هاي ثانية. هذا الجزء لا ما تقمات شوف شنو حتى حطتهم صاير احسن من قبل. يعني شوفوا هنا ذني اكو كم طير ما حطن، بس مو مشكله شباب مو مشكله، لين الطيور كانت قاعده فتره. هاي الطيور من تقعد فتره يعني تتغير امورها، ترجع تقتلها ترى تدقها يصير بيها فصل. خوش طارت والله اليوم هذا الابتعايات. راح المخلف طبعا الزبيرية تذكروها شباب، الزبيرية اللي لزمناها اللي مصبوغة اللي قلت لكم على اساس نخليها للفحل مالتنا، عرفتوها الزبيرية العلاج؟ حياتها هاي شوفوها حياتها، ما شفتوها يمكن اوقفوا والله اراويكم اياها. حياتها هاي، هاي ليش طلعت مال جيراننا هنا هو يطير زبيريات، فخابرني عليه قال يا بمجد اذا تريدها للفحل ما تاخذها، قلت له لا حبيبي تعال خذها، فانطيت اياها. الظاهر رجع يطيرها مرة الاخرى. هي هاي كومتا شوفوا هاي كومتا قصويرة بزبيريات، فاجا اعطيت اياه. يعني ما تسوى بقيه للفحل مالتي، وانا الفحل مالتي دينهزم، وهاي يعني لا اطبقه ولا انا عندي مجال اقعد انتج منه وهالامور، يعني لا انتج ولا هالقضية هاي. فرجع يطيرها رايحة جاية من فوق. انا اكو مرات طير يحط بالغلط شباب. طبعا هاي شنو هاي الحمر؟ سوار ما ادري شنو هذا الاحمر مالتنا احنا، بقى واحد عندنا طاير حياته. هذا احط تعال سجنها طيارة هاي. حطت هاي الطيارة شباب، هذا الارفل اللي بقى، يمكن شباب هذا اللي بقى البايق بذيله العفو بجن حريشة اللي ضاع الحلو. هاي بوقتها من نقول بطيور والله خابروني 2 جماعتي يعني من ديك الصبحة، هم متابعين بالقناة وهم يعرفوني، فقالوا لي يابا هذا الارفل يا مجد رايح جاي ويا البيوت يقول زاجل، قال ما انطى روحه قد ادري عش بيها، يعني انت رايح جاي ما طبيت من هنا ما وصلت من هنا، كان نزلت حطيت حرامات. اخي شي اللي دريت بي انه واقع بالاسكار، تمام منطقة من اسمها الاسكار اللي كام شيء والله يريد
على اساس مخابري يعني عالم منطي 20 بي خوش حكي ما بايع. قال لهم والله راح اقصه وضمه وقصر الطير وضمه ما اعرف شنو قيمته هو. بس هو ذاك صح احلى احلى من هذا. هذا شويه بايق ريشه بجنحه ذاك لا كان صافي. بس ان اثنينات يعني مناقير نسود بس احنا نقول ليه النيشان حلو هسه مو مشكله. هسه انا ذني بقن بيهن عندنا عرف اللي باسود وعندنا الشاملي وعندنا هاي الجوزيه وعندنا هنا الكمرليات وعندنا بعد اثنين جوزيات وعندنا بعد الشعل الباسود. هسه ذني كلهن ينطبقن كلهن سوية شباب كل سوية راح تنطبق. وهذا شباب هذا البدرينج شوفوا هذا وليفن ترى هذا جلد فرق مالتنا. وين هذا هذا هياته هذا جلد فرق مالتنا. هذا الادلع شوفوا هذا بحلقات صفر هذا جلد فرق مالتنا. بس احنا طلعناه عندنا يعني قلنا اللي يروح الله وياه ما يسوى يعني هذا ما حلو الادلع ذاك البدرينج. احنا اللي تخبرنا من البدرينج صراحه. هاي وجوه الحايله مالتنا شباب خاف احد ما شايفها. نشوف لكم اياها حلوة الطيور كلها حلوة كلها قصص شامل البطل ذاك شلون بس الخط يمكن اللي ما حلو مالتن هذا يا بس هذا ما حلو اما البقية لا كلها حلوة. شوف فحلانه كلش حلو هذا هذا اخوه. شوفوا شباب هذا الفحل هذا اخوه هاي اثنين اخوان هذا ذاك شوفوا هذا بالنص رجل خالته ذاك الاخ مين من بعيد قرايبهم. كان 80 فحل يتذكرون قبل كم يوم رجعت بالقناة دا اقلب دا اشوف المقاطع القديمة ايش طلع لي شباب طلع لي هاني اسوي المقاطع القديمة اللي ناشرها قبل وطلعت لي المقاطع القديمة مال الفحلة من كانت جوا بالقفصين الجوا نفتح قفص ينزل نفتح القفص الثاني. رجع شباب رجع المقاطع القديمة مال فصل الشتاء والونسة كانت ونسة عالمية. تحت الباب شمسن اليوم تونسن غير انجاو. هاي البراجة شباب والله البراجة هاي مثل وحا شمس. واحنا ترى هذا شادي هذا شادي على مود لا يطب لهم المطر مرات هذا الرذاذ مال المطر يطب لهم فهذا شادي حتى لا يطب لهم بس هو يعبر شمس طبيعي. يعني شوفوا هاي البراجة هسه ما بيها طيور بس يطب لها الشمس عادي. هذا اللي من هنا لا على مود المطر هذا احتمال البرج راح يتفلش هذا وتنشال هاي اليوم فكرنا بها هاي القضية تنشال هاي من الطول للطول وهذا يتفلش حتى هذا الطب له شمس البرج. يعني شوفوا هاي البلاويدة شباب هاي البلاويدة هسه شمس هنا من تنشال البلاويدة هاي شمس فوق هذا من تنشال يطب للبراج كلها شمس. فراح نرتب هاي ان شاء الله هسه الحائلة لا تحتاج لا شمس لا برد لا ما له علاقة الكبير ما له علاقة الطير الكبير ما له علاقة المعضلة ما هذا هذا يتعبك يوم مريض يوم راسي يوم دقيت هذا مسمار هنا أنا للكناري حتى أنا ليش بعد كل ما أصعد الصبحية عيني هسه راح أفرد الطيرة همين نطبق الفحل هنا أنا والطيرة هنا لأن يقول لك لازم تبدل هذا تبدل ال العفو لازم تلم عيش يلا ذبلها الفحل. فهسه راح اجيب هناك القفص الثاني دقه حتى نصعد لها الفحل. بس هاي بس من اصعد الصبح اصعدهن وياي اعلقهن بيوم اللي قاعد يشمسن خو ما يظلن جوا. هذا القفص مصعده هسه بس راح ادق هنا واجيكم. اشتغل بس شلته مني شوف شباب هاي شباب هسه هاي الكناريات وضعيتها
هذا ما يسكت ترى شباب للامانه ما يسكت. هسه شويه بس يمكن هاي التريشه صايره ليطخ ذيله، لازم هاي التريشه تنشال تقعد هنا أنا بالنص. خليت الاكل ومويه قبل كم يوم. ما شنو هذا الاحمر؟ قبل كم يوم شباب ولد ناشر فرخات نيكولا 13 خابرته، انطيته سعر ما قبل، قال لي بعد عندي فرخات بعد اسبوع هيك ينزلن 30. قلت له بال 30 نتفاهم عليه، اذا طاني انا الفرخات النيكولا 30 اشتريته من يمه نطبقن بهذا البرج 30 فرخه نيكولا يدشرن هنا. والله اريد اجيب لكم شغله جديده يا شباب حتى تونسون بيها، يعني قلت اجيب لكم مثلا فرخات نيكولا، اجيب سطح عراف البيض هيك ترتيب، فان شاء الله اجيب لكم شيء حلو. لان هسه شويه رجعنا على الحمور راح يصير يرجع التنوع تترتب القناه اكثر. اريد منكم شباب شويه فزعتكم، لايكاتكم تعليقاتكم، يعني شويه ها حتى يصير لنا واس. والله هاي قبل كم يوم يعني صراحه الواس كلش راح، بوعد على القناه ما ادري اقول لكم انا اريد ابطل من القناه، لا والله ما اريد ابطل صراحه، بس يعني واس كلش راح. ماكو شباب 16000 مشاهده، انا عندي 155000 شخص، 16000 يعني من 155000 بس 16000 يباعون، ما يعني اقل شيء من 155000 انت دا تتابعني. انا ما مسوي ترويج وهمي، يعني اللي دا يجي ودا يتابع هو جاي دا يتابع القناه انه هوايه الحمام وهالامور هاي. فيعني المفروض مثلا من هاي ال 16000 من هاي ال 150 او 160000 فد 80000 بالنص يباعونه، يعني كل من ننشر المقطع 80000 مشاهدة تجي 70000 مشاهدة، مو 16000. والله العظيم هاي صار اربع مقاطع لعبة روحي، شنو 16000 مشاهدة؟ ما تسوى تعب القناة والتصوير. صار غير يقول خلي العالم تتونس وانا هم اتونس وياكم. هسه شوفوا الشباب هذا شوية وراح يرجع يقرا، خوش ترتيب. وهاي هنا الفاروق خان نفس ما شفتوا بالمقطع قبلها، هاي هنا ان شاء الله هسه راح اخلي لهم كيلز، جبت لهم كيلز تمام. هاي زوج، هاي الزوج الثاني وهذا الزوج الثالث. هسه جايب كيلز راح حاملينه المعالف مالت الكيلز، وان شاء الله يعني هنا بعد يمهن مفروض يبيضن ويزقن وامور تمام تكون. رجع يشرب هاي الحمر الطيبة. شوف شباب للامانة هذا الكناري ما يسكت بالغرفة، سطاتنا سطب من الصير هوسه مال الجهال يقلبها للدنيا قلب. لاني راح اعوف شباب هنا الشمس، يعني مثلا حد كل يوم نطلع ساعتين ثلاثه بالشمس ويغار الدنيا وانسى نروح ونزلهن بعدين من شويه الجو يكسر تصير بيه بروده. يلا عيني شباب وصلنا لنهايه المقطع، ان شاء الله تونستوا. تحياتي لكم وان شاء الله نلتقي بمقطع جديد.